شكرا شكرا، تحيه لكل الناس اللي العاملين في مجله سلطانه، وتحيه كاع الناس اللي كيتابعوني عبر هذا الموقع. خناتة دور حبيته اول ما قريت السيناريو، فانا حبيت هذاك الدور. على فكره خناتة هي واحد الشخصيه، واحد البنت اللي وهي صغيره كيقتلوها باها، وامها كتخاف عليها ليقتلوها حتى هي، وكتهرب بها من مدينه ازمور، ولكن كتبقى دائما قابضه في قلبها داك التار انها خصها ترجع تنتقم من هذوك اللي قتلوا باها واللي خداو لها رزقها وداك الشيء، وكيبقى دائما هذاك التار كيرجع لها كل مره. فمن بعد مشات هي امها وقرات وداك الشيء رجعت لازمور، ولكن ما رجعتش يعني الناس ما عرفوهاش، فالناس كتهضر كلها في داك المدينه على خناتة، لان ملي رجعت اسات واحد الصالون ثقافي اللي كتجمع فيه الاعيان ديال المدينه، ولكن هي الهدف كله من هذا الشيء كله هي تنتقم من هذوك الناس، وهكا كتبقى الاحداث ديال المسلسل. شخصيه غنائيه، لانها انا قلت لك الدور ديال خناتة هي واحد الشخصيه اللي اسات واحد الصالون ثقافي اللي كدير كل نهار الخميس كتجمع فيه الاعيان ديال المدينه، وكدير السجال الملحون الاشعار بالاضافه الى الغناء. الزوج ديالي هو سندي الفني، هو مستشاري الفني، هو بالنسبه ليا في الفن كل شيء، لان ما كندير حتى شي خطوه والا كنتشاور معاه. وطبعا حنا كيف ما كيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، فكذلك انا كنقول وراء كل امراه عظيمه رجل. وطبعا في الحياه الزوجيه راك عارفه بان الفنان كيكون عنده واحد الطبع خاص، كيكون كل مره والا غادي يخرج شي حاجه جديده، بحال ديك المره اللي كتولد كيكون واحد المخاض، وطبعا كاين الاعصاب كاين شويه التوتر، فالا ما كانش داك الانسان اللي معاك كيفهم لهذا الشيء وكيقدر وكيحاول حتى هو يعاونك، ما يمكنش الفنان يزيد القدام. الحب ديال الامهات ما كيتوصفش، غادي ماشي غنقول لها، غنقول لها انت هي حياتي، انت هي كل شيء بالنسبه ليا، ولهي اللي خطك عليا مامتي، والله يجعلني نكون كنوفيك بحقك، ويا ما سهرتي ويا ما ربيتي، والله يخليك ليا ويحفظك ليا امي الحبيبه. احبابي كنموت عليكم، كنحبكم، وكنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. تابعوا دائما اخباري على مجله سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.